أيها المسلمون تفقهوا في دين الله، فإن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. تفقهوا في الدين عقيدة، تفقهوا في الدين أحكاما، تفقهوا في الدين أخلاقا، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اطلبوا العلم فإن العلم نور وهداية والجهل ظلمة وضلالة. اطلبوا العلم فإنه مع الإيمان رفعة في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اطلبوا العلم لتكونوا ورثة الأنبياء، ونعم الموروث ونعم المورث، فتكونوا أنتم نعم الوارث إذا أنتم طلبتم العلم.